أنا بدي أحكي عن الحب، الحب أو المحبة اللي اليوم يساء فهمه بكل اللغات، وبأيامنا كل واحد بيفسر الحب على طريقته، وأنا عم بتكلم عن حب مش حب الأشياء ولا الأشياء المصنوعة ولا الأشياء الطبيعية، لأنه نحن بنحب كتير أشياء في الحياة، لكن هودي الأشياء اللي بنحبهم ما بيبدلونا المحبة. أنا عم بحكي عن محبة، علاقة بين شخص وآخر، يعني المحبة في العلاقة بين الناس. الإنسان بحاجة أنه ينحب. بتلاقي دايماً السؤال اللي بينطرح والفكر اللي بيجينا كلنا بدون استثناء بأمرار بظروف صعبة، بتحس أنه ما حدا بيحبني، أنا مش محبوب، كلهم بيكرهوني، ما حدا بيريد خيري. وهيدا الفكر غلط. الفكر هيدا من جهة وحدة، وأنا بدي حدا يحبني، طبعاً أنا بحاجة إنه حدا يحبني، لكن ليش ما بكون أنا المبادر وفتش، بدل ما فتش على شخص يحبني فتش على شخص حبه أنا، شخص بحاجة لإلي، بحاجة لابتسامة مني، بحاجة إلى صبحه قل له صباح الخير، يعطيك العافية، كيفك اليوم، كلمة حلوة منا مكلفة، مش المحبة منا مكلفة، فيها تكون بكلمة، بابتسامة، بمساعدة. شخص عنده حاجة وأنا قادر ساعده، ليه ما بساعده؟ كون أنا المبادر في المحبة. وأكيد إذا أنا بدرت بالمحبة رح لاقي محبة، لأنه العكس صحيح. إذا أنا بقيت فكر إنه ما في حدا بيحبني، حكون دايماً مكشر ودايماً سلبي ودايماً مني منيح مع الناس، مني لطيف، وبالآخر رح أقلكم شغلة، ما حدا رح يحبني. بقى خليني أنا بادر بالمحبة وفكر هالفكر إنه المحبة اللي انوجدت هالحاجة هيدي إنه حب وإنه انحب، هيدي الله خلقها فيي، لأنه هو مصدر المحبة وهو حبني محبة غير مشروطة وبرهن بمحبته. ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا، ونحن أعداء صلحنا بجسده على الصليب. الله أظهر محبته لنا، إجا المسيح حتى يفدينا، حتى يأخذ مكاننا، حتى يبررنا، حتى يعطينا علاقة جديدة مع الله، حتى نصبح أولاد الله ونقول له أبانا الذي في السماوات. قديش الله حبنا؟ اتأملوا بالصليب، اتطلع بالصليب، بتصير فيك تحب غيرك، مش بس صديقك اللي بيحبك، لأنه أي فضل إلك إذا بتحب اللي بيحبوك، بتصير تحب حتى أعدائك، لأنك أنت عدو لله والله أحبك.